السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الشباب، بخير وعلى خير. كي راكم مزيان هانيين، صحتكم لاباس، العائله ديالكم كلشي بخير وعلى خير. كي راكم مع الحجر الصحي ومع الوباء ديال كورونا، الله يرفع علينا هذا الوباء والله يفتح علينا فاتحه خير. وش نقول لكم، الله يصوب الامور لكل واحد. الناس اللي كتبريباري الامتحانات، الناس اللي مازال ما عرفتش ردات الامتحانات، الناس اللي ما عرفتش كيفاش تدوز، ش نقول لكم الله يثبتكم، خليكم ثابتين، ما تبرزطوش مع الاضاءه، تحاولوا تكونسونطراو على الحياه ديالكم، خليو الحياة ديالكم ستابل، خليوها بلا ما تعطيو الأهمية للأشياء أكثر من قياسها، لأن أنا عطيتو الأشياء أهمية أكثر من القياس ديالها، ما غديرو حتى شي حاجة. اللي كنطلب منكم هو تخليكم متماسكين وشادين في المسار ديال حياتكم، خليوه غادي مستقر، ما ديفييو لا غوش لا دغوات. متفقين؟ شحال واحد مثلا دابا تيبقى كل مرة تأجل امتحان، هو دا الامتحان، هو تيتبرزط مع راسو. ما تبرزطش، حتى تبرزطي غتخسر كل شيء. ما تبرزتش، حاول تخليك مكونسونطري مع الوقت، حاول تأدبط مع الوقت. الله يحسن الأحوال لكل واحد، لا للشعب ولا للحكومة ولا لأي واحد، راه يدير بنادم راسو بلاصة الناس اللي كيجيريو الأمور، ما شاء الله بزاف. المهم لهذا ما نتكونسونطرو على الحياة ديالنا، ما نتبرزطوش، نديرو كيما تيدير الدول الآخرين. غادي الحياة كيما هي، غادي الحياة مستقرة، كل واحد تيديها في شغله، كل واحد كيديها في راسه، حتى واحد ما كيتبرزط مع الاخر، لا واه طاح، لا واه مات، لا واه لا واه لا واه. الناس اللي مرض الله يشافيهم بهذا المرض هذا، ماشي زعما كنهضروا بهذه الهضره باش نقولوا راه نصغروا بالامر، لا بالعكس، مي باش نثبتوا وباش كل واحد فينا يمشي في لالين دروات ديالو وما يديرونج لا اكوش لا دروات. متفقين؟ اليوم ان شاء الله الشباب كما وعدتكم غنكملوا الحصص على لاباري دو ديغنوستيك. لانش كنا بدينا الهضره على شنو المكونات ديال لاباراي، وبقينا في المرحله ديال الباراغراف ديال انيسياليزاسيون، كنا هضرنا على بزاف ديال الفقرات. اليوم ان شاء الله غنكملوا الهضره على دوك لي فونيتر دينيسياليزاسيون اللي كتخولهم لينا لاباراي دو دياغنوستيك. نمشيو ان شاء الله للدرس نيشان. شباب، بالنسبه للناس اللي عاد عرفونا ولا كذا، راه حنا عندنا حلقات، سلسله حلقات تهضر على الدياغنوستيك، خصوصا على لاباراي دو دياغنوستيك لانش، كاينه في القناه ديالنا في بلاي ليست دياغنوستيك. باش تفهمونا شنو حنا تنديرو وشنو تنقولو، ضروري خصكم ترجعوا للبلاي ليست وتشوفوا الحلقات اللي فاتوا باش تواكبونا وتمشيو معنا في لا ميم ليني. ميرسي شباب. كنا وقفنا في هاد لا فونيتر غيانيسياليزاسيون، وكنا وقفنا بالضبط عند AFS ريزيت، هي لي ريغلاج ديال لي بارابول، وكنا غادي نهضروا على لي زوتر فونيتر دو غيانيسياليزاسيون. الشباب بعد ما درت لها الميزاجور لاباري، زدتني بعض لي فونيتر، مثلا ريزيت اد بلو، اير باغ ريزيت، كولون بليد، ان او اكس سنسور ريزيت، لانجويج تشينج، ستوب ستار، ترانسبور مود. اتفقنا الشباب؟ هادو كلهم تزادوا مور ما درت ميزاجور. اتفقنا الشباب؟ المهم غنهضروا اليوم على لي زوتر اللي باقي لينا، لي زوتر فونيتر دو غيانيسياليزاسيون. كنا وقفنا الشباب عند الفقره باش نهضروا على الاو جي ار ادابتاسيون. او جي ار ادابتاسيون شنو كتخول ليا هاد لوبسيون؟ الاو جي ار ادابتاسيون هي اللي كتخول ليا لا فونكسيون باش نعلم او لا باش يعرف لو كالكولاتور لا بوزيسيون اكزاكت اللي واقفه فيها لا فان او جي ار. حتى ديك لا فان او جي ار كاين شي طوموبيلات اللي تيكون عندها ان كابتور دو لوفي، واحد الكابتور اللي كيعبر او كيعرف لا بوزيسيون اكزاكت فين راها واقفه، واش بوزيسيون 0% او لا 50% او لا 74% اي انسي دو سويت. متفقين يا شباب؟ هاد لوبسيون كتصلح ليا باش الا بدلت مثلا الكتروفان او جي ار، لا فان او جي ار بدلتها بلوتو، او لا كانت ديجا موسخه وغسلتها، او لا كان فيها شي مشكل، نقدر ندير لها لادابتاسيون باش اوتوماتيكمون الكالكولاتور تيعرف فين كاينه، فين واقفه الالكتروفان او جي ار، تيعرف البوزيسيون زيرو ديالها باش بيع عليها كيتبازا. شباب، ملي كنهضروا على النيتواياج ديال لافان او جي ار، نقدروا نقولوا بان عندنا دو ميثود دو نيتواياج. كاينه ميثود نيتواياج افيك دي بوز اللي هي كاين على ادغوات، يعني كنحيدوا لافان او جي ار من بلاصه وكنديروا لها النيتواياج فيزيك، وكاينه
لو نيتواياج سون دي بوز اللي كتشوفوها اغوش، يعني بلا ما نحيد لافان اوجيري نقدر ندير لها ان نيتواياج افيك ان نيتوايون. نقدر ما نستغنى على التحيات ديال لافان اوجيري الا كانت ديجا صعيبه او لا صعيب باش توصل ليها، مي احسن نيتواياج نقدر نديرو هو لو نيتواياج افيك دي بوز. وشي مرات الشباب راه ما يفيدنا ما ينفعنا الا ان حيدنا درنا ديبوز لافان او جي ار، ما نقدروش نيطويها ا ديستانس. نمشيو نشوفو الكير ليرن. شنو هي هاد الكير ليرن؟ شنو كتخول ليا هادي؟ هاد لوبسيون، هاد لوبسيون كتعلق بلا كونفيغوراسيون ديال البواط اوتوماتيك، بواط دو فيتيس اوتوماتيك. شنو تيقول لنا هنا؟ لو لوجيسيال بيرمي لا فونكسيون دادابتاسيون بينيون capteur de position de l'apprentissage adaptatif Villebrequin. الشباب اللي كنهضروا على الخاصيه ديال gear learn هي واحد الكابتور اللي كيشوف في الفولوموتور، ماشي في الفولوموتور في البيستافين، كيشوف الكابتور دو بوزيسيون اي روتاسيون. كاين لي بواط دو فيتيس اولا لي موتور اللي فيهم دو كابتور في فوق الفولوموتور، واحد كيشوف في لا فيتيس ديال الموتور و لا بوزيسيون ديال البوان مورو، واحد كيشوف واحد السنه وحده فولوموتور كتكون فيها فرطه وحده وسنه وحده كيشوف هذاك الكابتور باش كيعرف لي غاتي طاليماج، واش الموتور فيه ديراطاج او لا فيه شي حاجه تتعلق بالفونكسيونمون ديال لا بوط دو فيتاس اوتوماتيك. متفقين الشباب؟ هاد الخاصيه الى نقطاش كنديروها الى طلع ليا هاد لو كود ديفو بي 1336 بي 1336. الى طلع لي هذا الكود في دياغنوستيك يعني خصني ندير هاد الغينيسياليزاسيون ديال جير ليرن باش الكابتور يولي يتادابتا مع الفولون موتور ويعرف لا بوزيسيون اكزاكت فين كاينه الفولون موتور. نمشيو الشباب لوتر اوبسيون او لا اون اوتر فينيتر اللي هي الجير بوكس. جير بوكس هاد الجير بوكس وقتاش كنحتاجوه؟ هاد الغينيسياليزاسيون ديال هاد الجير بوكس وقتاش نحتاجوها؟ تنحتاجوها في لي ترانسميسيون دو كوريسبوندونس، سا فو دير لي ترانسميسيون اوتوماتيك. وقتاش كنحتاجوها؟ ملي كنديرو لا ديبوز او لا ديمونتاج او لا ريباراسيون ديال البواط دو فيتيس، او لا ملي كنحيدو لا باتري كتولي باتري اور طونسيون. متفقين؟ سيغتان سيري دو فيكول شي طوموبيلات كيطلبوا منا هاد هاد لاغينيسياليزاسيون نديروها. اشنو الا ما درناش هاد لاغينيسياليزاسيون اشنو تيوقع لينا؟ كيوقع لينا ان غوتار دو شونجمون دي فيتاس. بعض المرات كتولي تعطل الطوموبيل ما تبقاش دوز الفيتاسات في الوقت. اشنو تيخصني ندير؟ تيخصني ندير لاغينيسياليزاسيون ديال الكير بوكس باش ترجع لي فيتاس كيدوزو اون كونفورميتي، يعني كيدوزو مرتاحين وكيدوزو في الوقت ديالهم. نمشيو الشباب دابا نهضروا على الايمو او للايموبيليزر. الايموبيليزر شنو كتخول لي هاد لوبسيون هادي ديال الايموبيليزر؟ لو لوجيسيال بيرمي لا فونكسيون دادابتاسيون دونتي فول، يعني كيعطيني لادابتاسيون ديال اونتي فول بور ايفيتي كو لا فواتور يوتيليزي بار كوبلاج كلي نون اوتوريزي. تفقين شي مرات كتكون حاط جوج سوارت في الطوموبيل، سارو ديالك ولا سارو ديال شي صاحبك، وتقدر دير شي مانيبيلاسيون ماشي هذيك وتكوبل لك ساروت مع الطوموبيل، واللي ساروت صاحبك تيحل لك الطوموبيل. مثلا لا فونكسيون كلي اونتي فول دواف تيتر افيكتيي الوغ كو لو ديسبوزيتيف ديموبيليزاسيون دو سيستيم دو كونترول دو لا فواتور اي اوتوريز لا تيليكوموند كلي نورمالمون يوتيليزي لا فواتور. يعني هنا كنحتاج هاد لوبسيون هادي باش نبيرسوناليزي لي كلي ديال الطوموبيل. متفقين؟ تفقنا الشباب؟ بيرسوناليزي لي كلي دو لا فواتور. نكتفيو الشباب بهذا القدر ونديرو ان اوتر فيديو باش نهضرو فيه على بقى لنا لانجيكتور وبقى لنا الاودوميتر وبقى لنا سانروف وبقى لنا سسبونسيون، وهاي ابخي نديرو ان اوتر فيديو باش نهضرو على لي زوتر اوبسيون اللي طلعوا لينا من بعد الميزاجور.